السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات. قبل البدء في هذا الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وأيضا لايك لهذا الفيديو للمزيد من الدعم ومشاهدة جميع الفيديوهات التي قمت بوضعها سابقا في القناة لكي تستفيدوا من جميع الوصفات التي أقوم بتجربتها. إذا فيديو اليوم هو عن زيت رائع جدا لشد الجلد، يحارب الشيخوخة. هذا الزيت رائع جدا، في الحقيقة رائع جدا، يمكن استعماله لوحده فقط دون أي إضافات، يستعمله ليلا طبعا. يحارب تجاعيد الوجه، تجاعيد حول العينين، تجاعيد حول الفم، وأحسن شيء أو أفضل شيء في هذه الزيت وهو أنه طبيعي يعني، وليس بأي شيء كيماوي، وأيضا يفتح المسام ويعالج الكلف. هذا الزيت وهو زيت الجزر كما رأيتم هنا، في الحقيقة أمي استعملته بشكل غير طبيعي لأنها يعني وجدت أن هذا الزيت رائع جدا لشد الوجه والتخلص من جميع مشاكله. هذا الزيت وهو زيت الجزر كما موضح هنا، ينشط الدورة الدموية ويعطي إشراقة رائعة للوجه، أنصح باستعماله. زيت الجزر هذا هو شكله، يمكن أن تختلف الأشكال، المهم أن يكون الزيت أصلي وليس بمغشوش يعني. أنصحكم بشرائه مثلا من الصيدليات أو من أحد مقرب إليكم، تعرفون جيدا نوع الأشياء التي يبيعها. أما عن طريقة الاستعمال ولكي لا أطول في الفيديو، تأخذين قطرة واحدة وتقومين بعمل حركات دائرية على الوجه، قطرة واحدة فقط في الليل، توضع للوجه ليلا وفي الصبح تغسل، والنتائج تظهر بسرعة بسرعة جدا. وأيضا يصلح للرجال، لما لا يعني، أيضا ليس للنساء فقط وأيضا للرجال، يحارب التجاعيد. كان هذا هو الزيت الذي أردت أن أحدثكم عنه، وكان هذا هو فيديو اليوم.